هنبدأ طبعا من أخبار المنتخب لكرة القدم. الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أعلن قائمة الفريق هتضم 27 لاعب، وده طبعا استعدادا للمعسكر اللي هينطلق يوم 28 أغسطس الجاري لحد 10 سبتمبر. هيتلعب فيه مباراتين مهمين، كاب فيردي وبتسوانا، هيكونوا يوم 6 ويوم 10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب. المنتخب لكرة الطائرة للناشئين أدى مباراتين وديتين مع منتخب بورتوريكو، فاز في المباراة الأولى بأربع أشواط وفي الثانية بثلاث أشواط في المباراتين طبعا اللي أقيموا على الصالة المغطاة بالعاصمة صوفيا. لاعبو منتخب مصر ببعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات المشاركة في بطولة العالم للجامعات في مدينة كوناس ليتوانيا سيطر على منصة التتويج بمنافسات الفرق، وحصد معتز وائل وزينة مصطفى الميدالية الذهبية، بينما حصل مصطفى عمرو وسالي أحمد على الميدالية البرونزية. نادي الخلود السعودي أعلن تعاقده مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، ده طبعا خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي. اتفقت إدارة نادي الخلود السعودي مع الأهلي على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم بقيمة 500,000 دولار. باير ليفركوزن فاز على فريق بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب بروسيا بارك في انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني 2024-2025. فريق باريس سان جيرمان حقق فوز كبير على فريق مونبلييه بنتيجة 6-0 في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي واللي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء. بيحتل باريس سان جيرمان صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فريق مونبلييه في المركز 11 برصيد نقطة واحدة. نادي برشلونة الإسباني أعلن التوقيع عقد مع الموهبة الشابة باو فيكتور، وقع اللاعب طبعا على عقد مع الفريق الكتالوني حتى عام 2029. أما نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فأعلن عودة اللاعب الألماني الكاي جوندوجان لصفوفه من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من برشلونة الإسباني، وقع اللاعب على عقد لمدة سنة واحدة. كده خلصت أخبارنا الرياضية، هنروح لفاصل ونرجع من بعد ونستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر.